شكرا لك عبد الله. كابتن ياسر القحطاني، يمكن احاديث كثيره تقول ان النصر رغم انه نتيجه مباراتين تخدم الهلال، النصر كان اكثر استحواذ على الكره، هل هذا تكتيك المدرب مثلا كابتن؟ يعني ما ادري، يعني قياس نسبه لا في اخر الدقائق تحديدا ضغط مع ضغط النصر، يعني طبيعي يعني فريق النصر داخل انه لازم انه يفوز، يعني الهلال 0-0 مصالحه، فطبيعي انه راح يتقدم، حاول يغير خطته من دفاعيه الى هجوميه، لكن في النهايه حصل له ملتقانا. احنا كنا لاعبين ما قفلنا، لعبنا فاتحين ملعب، حاولنا احنا نسجل، يعني سنحت لنا اكثر من فرصه، لكن الحمد لله رب العالمين. الارهاق اللي كان امام الاهلي الاماراتي اثر عليكم اليوم مع كثره المشاركه؟ والله مو بانه يعني كثره مشاركات او ارهاق، لكن يمكن ضغط المباريات وتنوع المشاركات هو اللي شتت التركيز شوي. يعطيك العافيه.